هذا الاجتياح اللي وصل بحدود الآن بحدود 150 كيلو. عندنا أكثر من 40 تموضع. نفرق الغريبة أنه الولايات المتحدة التي نرتبط معها باتفاقية إطار استراتيجية واتفاقية أمنية لم تتجرأ على إنشاء قواعد للاستخبارات MI يعني military intelligence يعني استخبارات الجيش وين؟ في داخل إقليم كردستان. الولايات المتحدة ما عندها هيك قواعد بالعراق. احنا عندنا 4 قواعد للاستخبارات العسكرية: تجسس كامل وتنشر مجسات. والمفارقة الغريبة انه ما عادت فقط سيادة العراق، وانما تمتد هذه المجسات في الرقابة وفي الإشراف، وصلت الى حتى حدود إيران. طيب احنا خلينا نكون منصفين، انا شخصيا بمجرد ان قصفت إيران طلعنا تحدثنا على الفضائيات وقلنا هاي انتهاك للسيادة، ومنحنا فرصة حتى أن نتحدث على وسائل الإعلام. طيب ليش هنا أنا قصف ضخمنا؟ ليش هنا اجتياح واحتلال بكل مفاهيمها وقت القضية مستمرة، وهناك صمت غير مسبوق؟